ارفعها شويه بس. طب قلنا ناس كثير تكلمتوا واحنا اذا تكلمنا ما سكتوا يا حبيبي اللي بناكل. يلا سلام. هاي هاي فيصل هات الله اكبر عليك. نظام انكم تجيبوا اسر بنت جماعه الاولى. طيب هنا جبار جيب. فيصل والله ان شوف اكبر 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 طعين يا جماعه. اكبر غلط اكبر غلط في هذا الحيوان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله والله العظيم. يقول لك اسكت اسكت واذا تكلمنا قال ايه ترك تقاطع. يا شباب يا انا واحد من الجيش ولا من واحد. شكرا شكرا اخت الجوهرة والله العظيم صراحه اللي يا جماعه اللي يحب الجيز الياباني اقسم بالله لا اجيك. تعال انت تعال والله بخلصون الحالة عليك. تعال عيال والله ما لكم داعي. تعال الدرع الدرع ذاك انا خبر. تعال اقسم بالله ما لكم داعي. شباب وين الورقه؟ هات ملعقه. احنا بنطلع شوف فيصل هذا 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 سناب هذا طبعا ارقام جوالاتهم وحساباتهم اللي يبغى يذوق الجمال والطعم اللي ذقناه موجوده اسفل الشاشه. هذا كيف نسويه؟ شوفوها هذا بنزله في سنابي ولا يفوتكم والله انتم تشكروني صراحه وانا بنزله والله. هذا بنزله في سنابي تمر تمر تشيز الكراميل عندك عندك الشباب. تعال تعال يا فارس فارس والبنات صب لك قهوه علمك على القهوه يا فارس. اكبر قدر من المصداقيه انا قاعد اعلمك وفي عصر لما قلنا خفت حالك اعطوني ملعقه ابو رزيق يا رجال. فيحتاج هنا ملعقه هات هات توري احنا هذا الصحن هذا الصحن هذا الصحن كلنا لا انت عندك مبادره الان ولا ايش عندك؟ لا مو مبادره الكريم برزيق مو مبادره ذي يا علي علي والله انكم مزعجين على بالك وش على بالك ما شاء الله قهوه اوه ما شاء الله شايفين يا عيال شايفين يا عيال ايوه ابو سلطان يجددكم واحنا خليكم تروقون شايفين كيف؟ من اللي يجردنا؟ هات يا اسامه اسامه اخوانك يا اسامه لا اسامه اخوانك يا اسامه ما انا ماني اخو احد حصل انا اخو جاي لوحدي انا اخو الكيكه اسامه انا اخو العيال يا اسامه خلنا ناكل معك ونرجع لك يلا برجع لك صح؟ وين ذا يا عيال وين ما يصير هذا هذا ما يصير الفراوله هذه هذا اللي يضيع هذا اللي الفراوله هذه ما تروح بعيد والله اسف ترى انا ابغى تارت التمر وتشيز الكراميل يا ولد والله العظيم مقاطعه والله شكرا يا عبد الله نجارك ترى ابو رزيق يقدر ينزل اي واحد منكم ترى من الثلاثه المحصنين انتبهوا اعطونا ملعقه فيه انا ابو رزيق واحمد الحبشي واحمد الحبشي انا بعرف كيف اقاطع جرعه اولى هاي خضره صب لي ابو ما يصير لا لا خضره انت اذا تكلمتوا ليش ما تطلعوني شهر انا احترمك والله اني اعزك ليش ما تقلش تخلوني ليش ما تخلوني نتكلم زين مو ما نخليك تتكلم والله هذا اللي حلو هي بس زين ذق واسكت شباب انت انا حسبك موجود كان انت تبغى تاخذ كل شيء فارس كل ما تعرف تتكلم عشان خاطري تحبني والله ما عليك عشان خاطري عشان خاطري الله يتني معليش كاميرا ما تعرف تتكلم فلو تعرف تتكلم بقى بدك مجال وانت تقول قبل قولك حبيبي يدك زعلت والله عشان قال لك والله يا ابو نايف حبايبي والله تسوون فطور